أيمن بوعزيزي، مدير مشاريع في جمعية الأثار المستدام للشباب بولاية جندوبة. أنا إليس بوسلمي، 23 سنة، مربي من غير دماء وناشط بالمجتمع المدني. يوسيون هي منظمة غير حكومية، بدأت نشاطها متاحة كنادي جامعي في 2015، وخذت الصبغة أو الشخصية القانونية في 2019. إسونسيالمون الحاجات اللي نركز عليها أنا كناشط اجتماعي في الحاجات اللي يخصوا الحوكمة، لامبلونتاسيون دي لا ديموكراسي، لانكلوزيون دي جون زادة في الحياة العامة. إسونسيالمون نجم نلخصها في اليوث امباورنس. يعني أكبر المشاكل اللي تعيشهم الجمعيات اللي هنا في ولاية جندوبة نجم نقسمهم ممكن ثلاثة معناها محاور كبار. المحور الأول هو الفينانسمون، بحق عندنا مشاكل معناها كيفاش نديكروشيو دي فون، كيفاش نخدموا، مشكلة في التمويلات وكل. الحاجة الثانية الجمعيات اللي هنا في جندوبة ماهيش بيان ستركتوري، معناها كي نحكيو على الجفرنس فوسط الجمعية وكل ما فماش تقسيم للصلوحيات حتى تحت الغطاء القانوني، معناها تلقى الناس الكل تخدم كيما جاو. الحاجة الثالثة اني الجمعيات اللي هنا ما تعرفش بعضها الكل، دونك ما فماش خدمة مع بعضهم الجمعيات. احنا كيوثيون بدينا من الاول نخدموا دي زيفينمون صغار بسبونسورينغ، نخدموا دي كوبيراسيون مع كيما ليسباس هذا مع ستارت اب وكل فوالا. دونك بدينا بشويه بشويه ندخلوا في شويه مداخيل، من بعديك بدينا نتعلموا ندربوا كيفاش نكتبوا دي بروجي، ولينا نصبوا، خذينا معناها دي سيفونسيون. ان بويسكو احنا صغار وكل عنا عامين، مشينا اختصرنا ثنيه، ولينا نعملوا دي كوبيراسيون مع جمعيات كبار حتى اليشيل انترناسيونال كوم اكزيكيتون. معناها لينا في الشارع عندنا سنوات توا نخدموا على لي جون في ولايه جندوبه، خدمنا برشا مشاريع لتعزيز القدرات نتاعهم، لعل اهمهم واخر واحد خدمناه هو الهاكاتون تاع انسبيرا. الهدف الاساسي نتاعو هو تعزيز مشاركه الشباب في الحياه العامه والحياه المدنيه من خلال تطوير منصه رقميه. دورها والهدف الاساسي منها هو خلق ارضيه مشتركه، خلق مساحه حوار بين الاطراف الفاعله اللي هما الشباب، اللي هما جمعيات، واللي هما مؤسسات شبابيه حكوميه. كجمعيات اللي هنا في جندوبه اتس تايم، يعني بالحق ان باش نتلموا الناس الكل، باش نقعدوا في راوند تيبل وكل ونحكيوا، هي تنفركوا الرومانة كما يقولوا، وهي تنشوفوا المشاكل وكل، خاطر راهو فما بوتونسيال هنا في الجهه، فما سيرتو شباب قاعدين يجيبوا في ديزينيسياتيف ما تعملوش قبل.